فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام ومجتهد مطلق أم أنه مجتهد في المذهب؟ وهل هناك فرق في الفقه والعقيدة بالنسبة إليه؟ الإمام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم هؤلاء حنابلة، ابن تيمية حنبلي وابن القيم حنبلي، وابن حجر شافعي، ابن عبد البر مالكي، هؤلاء تابعين لمذاهب أئمتهم، لكنهم يعملون بالدليل، ما ترجح عندهم بالدليل عملوا به ولو لم يكن من مذهب إمامهم، لكن في الأصل هم يتبعون إمامهم ما لم يتبين لهم دليل يخالف قول إمامهم. هذه قاعدة عند ابن تيمية وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا يمنع أنك إذا أخذت بالدليل في بعض المسائل أنك ما تكون حنبلي أو ما تكون مالكي أو ما تكون شافعي، ما يمنع هذا. هم رحمهم الله يقولون خذوا بالدليل ولا تقلدونه، فما يمنع هذا أنك حنبلي وتأخذ بما قام عليه الدليل ولو من غير مذهب الحنابلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.